الدور الذي تطلع به الهيئات المستقلة التي تم إقرارها بعد الثورة، وأود اليوم أن أشدد التأكيد على تعزيز الإطار المؤسساتي واستعادة ثقة المواطنين في مؤسسة الدولة. تنتظم اليوم أشغال الملتقى حول نتائج الاستشارة الوطنية المتعلقة بالقانون الأساسي لهيئة حقوق الإنسان. اليوم هي الاستشارة الأخيرة، وفيت هو استعراض معناها بريزونتاسيون لنتائج الاستشارات اللي صارت على المستوى الوطني ومستوى الجهوي حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق الإنسان. أول استشارة صارت في 29 فيفري، كانت في تونس، كانت استشارة وطنية حضروا فيها عدد كبير من الخبراء، من السادة الوزراء، من السادة نواب الشعب، ممثلي يعني نواب الشعب، من العديد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والخبراء، أسيادة جامعيين، قضاة، محامين. يعني الاستشارة الوطنية الأولى جمعت كل المتدخلين في مجال حقوق الإنسان، وإن شاء الله بعد الندوة هذية اللي تم فيها استعراض أبرز نتائج أشغال الورشات أو الاستشارات الجهوية، واللي قاعدين زادة يتلقاو في بعض التوصيات اللي باش تنبثق على هذه الاستشارة، ثم سيتولى بلورة مشروع القانون على حسب كل التوصيات التي تم جمعها، وسيتم إحالة مشروع القانون متعلق بهيئة حقوق الإنسان وعرضه في إطار مجلس وزاري مضيق، ثم في إطار مجلس وزراء، ثم سيتم إحالته على مجلس نواب الشعب في أقرب الأجيال. وبالتالي يكون الملتقى اليوم آخر حلقة في حلقات هذا المسار التشاوري والتشاركي اللي قامت به وزارة العلاقة مع الهيئة الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأيضا المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان. احنا رينا انه المشروع القانون معنا في صيغته الاوليه كان يتماشى في يعني جانب كبير منه مع المعايير الدوليه، ولكن حتى كي مشينا في الجهات لقينا العديد من المقترحات والتوصيات بشان تطوير هذا المشروع معناتها الاولي، وحوايج اللي هي قد ترتقي بالقانون واللي تفوق به المعايير الدوليه. وفي الواقع تونس يعني مش هذا القانون الوحيد او مشروع القانون الوحيد اللي يتنجم يعني المنظومه التشريعيه التونسيه تتجاوز به المعايير الدوليه، عندنا العديد من القوانين اللي ممكن هي تحترم المعايير الدوليه وممكن تضفي ولا تضيف حاجه جديده، وفما زاد عندنا قوانين اللي هي مازالت تحتاج الى بعض التعديل لموائمتها مع المعايير الدوليه. الخصوصيه نتاع هيئه حقوق الانسان اللي نص عليها الدستور هي في الواقع عندها دور مهم برشا، لانها باش تكون هي همزه الوصل ما بين الحكومه وما بين منظمات المجتمع المدني، لانها هيئه مش حكوميه وماهيش اون او ان جي، ماهيش منظمه غير حكوميه وماهيش هيئه حكوميه، هي هيئه وطنيه مستقله، معناتها باش تجي في منزله بين المنزلتين، معناتها باش تكون همزه الوصل ما بين المفاعلين الكل والمتدخلين الكل في مجال حقوق الانسان. هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى عندها دور مهم واختصاصها مهم كما قلنا كي نرجعوا للمعايير الدوليه اللي هي تتمثل في مبادئ باريس اللي تهم المؤسسات الوطنيه لحقوق الانسان. دورها هو النهوض بحقوق الانسان، تعزيز حقوق الانسان وحمايه حقوق الانسان، يعني عندها ولايه كبيره هي اللي تنشر ثقافه حقوق الانسان، تقدم التقارير سواء على المستوى الوطني ولا على المستوى الدولي، معناها امام لجان المعاهدات ولا مجلس حقوق الانسان، تتلقى الشكاوى في مجال حقوق الانسان، تراقب اداء الدوله، تطلب من الدوله تغيير السياسات في مجال حقوق الانسان او تنقيح القوانين، ممكن انها تقدم التقرير الى مجلس نواب الشعب حتى معناتها يحاول انه يوائم القوانين الوطنيه مع المعايير الدوليه، يعني عندها دور مهم. هذاك علاش معناتها باش تساهم في المنظومه الوطنيه لحقوق الانسان، لانه المنظومه الوطنيه لحقوق الانسان فيها فاعلين حكوميين، فاعلين غير حكوميين، والمؤسسه الوطنيه لحقوق الانسان اللي هي هيئه حقوق الانسان، معناها فما بيراميد، ما نجموش يكون عندنا زوز مكونات، حكومه وهيئات او جهات غير حكوميه. المؤسسه الوطنيه المستقله لحقوق الانسان ضروريه باش الصوره تكتمل، لانها واحده من الاليات اللي تساهم في ضمان احترام حقوق الانسان.